للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. دكتور إسماعيل، بداية مرحبا بكم. مجلة إيكونوميست تقول إن رحيل أهلا بكم. مجلة إيكونوميست تقول إن رحيل بوتفليقة يمثل بداية جيدة لتغيير وإصلاح النظام. إلى أي مدى ترى أن النظام يعني قابل أو تقابل للتغيير بعد بوتفليقة؟ هل الأجنحة يمكن أن تسلم الأمور بسهولة؟ في البداية أحييكم وأحيي مشاهدينا الكرام. أعتقد أننا اليوم أمام مرحلة هامة، وهي أننا أن الجزائر داخلة على أبواب مرحلة انتقالية. هذه المرحلة التي ستنقل الجزائر إلى حياة ديمقراطية وإلى تأسيس مرحلة لبناء دولة القانون، وهذا من خلال ما يطلبه هذا الشعب، هذه المئات المليونية والمليونيات التي تخرج أسبوعيا مطالبة بهذا التغيير. هذا التغيير جاء عن طريق هذا الضغط، ضغط الشارع، وعن طريق أن اليوم الجزائر كانت يعني مرت بتجارب، تجارب انقلاب 92 وتجربة الديمقراطية التي دامت 3 سنوات من القرن الماضي، من نهاية القرن الماضي، وثم الآن ها هي الآن تعيد الكرة، ولعل هذه التجربة ستكون نموذجا لكل الشارع العربي. أقول أن المرحلة هذه الانتقالية ليست بالأمر السهل والأمر الهين، لكن هذا التكاتف الشعبي وهذا الإصرار وهذا التحضر وهذه الصورة التي أعطاها الشعب الجزائري، نستطيع أن نقول أن هذه التجربة سيكون لها النجاح. طيب، لها النجاح. كيف تقرأ استقالة استقالة رئيس المخابرات؟ هو كما هو معلوم أن العربة السوداء هي تلك العربة السوداء التي كانت تصنع الرؤساء وتصنع تصنع السياسة الجزائرية. هؤلاء الآن هذا التفكيك، هذه الأجنحة، الأجنحة التي خلقها بوتفليقة أو النظام البوتفليقي، سواء في الجانب العسكري أو في المؤسسات أو الخلايا الفساد التي تم تأسيسها، ورؤوس ورجال مهب البال. طيب، الذين كذلك عششوا في هناك من يرى أن تضحية ببعض رموز النظام والتي أصبحت أوراقا محروقة بحسب وصف البعض هي نوع من أنواع المسكنات للشارع. برأيك إلى أي مدى ستنفع هذه المسكنات للشارع؟ لا، اليوم الشارع الجزائري لم يعد يتم استغفاله. الآن عندما قدم بوتفليقة استقالته، هل توقفت مسيرات؟ اليوم رأينا المليونيات تخرج معلنة على رفضها لكل رؤوس الفساد ورؤوس هذا النظام الذي دام 20 سنة وأسس لما يعرف بخلايا الفساد والنظام الذي هذه العصابات، وقد سماها رئيس الأركان بالعصابة. الآن قضية تفكيك هذه الرؤوس، ومن بينها المؤسسة العسكرية، رؤوس المؤسسة العسكرية والمخابرات، تدخل كلها في تنقية هذه المؤسسات التي هي كانت مؤثرة على المشهد السياسي الجزائري. طيب، يبدو أن هناك حالة تمرد وتصادم تعيشها أبرز أحزاب السلطة تزامنا مع استقالة بوتفليقة. كيف سينعكس هذا الصدام على الشارع المنتفض؟ الآن الشارع يمثل السند الأساسي للذهاب إلى مرحلة أو إلى تأسيس للجمهورية. الآن الشعب ومن يقول كلمة، هذه هؤلاء هذه المؤسسات كانت حقيقة
كانت متغولة على المشهد السياسي الجزائري، لأن الشارع الجزائري كان قد استقال فترة من الزمن وترك المشهد وترك هذه الساحة ولم يكن له رأي في ذلك. الآن قرر هذا الشعب أن تكون له كلمة، وهو الآن يخرج في مليونيات فيلمية معبرا على هذه الآراء. الشعب الجزائري يريد أن يفرض التغيير والذهاب إلى تأسيس جمهورية وإلى دولة، تأسيس دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الضغوطات التي تمارسها سواء المؤسسة العسكرية القديمة أو البلوبيات الفاسد أو الأنظمة الدولية. الآن الشعب الجزائري في بممارسته السلمية هذه، بتعبيره السلمي هذا، أخلط كل الأوراق وهو مصمم على بناء هذه الجمهورية. من الجزائر العاصمة الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله، شكرا لك.